بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي وطالباتي طلاب الصف الثاني، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. طلابي الأعزاء، سوف نقوم باستكمال درسنا ودرس صديق من ورق. اليوم طلابي الأعزاء سوف نقوم بتحليل الدرس إلى مقاطع صوتية، ولكن أولا سنقوم بقراءة الدرس قراءة تعبيرية. هيا فلنبدأ معا. صديق من ورق. تحب ليلى المطالعة كثيرا، اختارت كتابا من مكتبة والدها لتقرأ فيه. سمعت الكتاب يتحدث إليها: أهلا بك يا ليلى، بين أوراقي أجمل القصص وأحلى الأخبار، وفيها الرسومات الرائعة. سأذهب بك إلى الفضاء الواسع والبحار العميقة وفوق الجبال العالية والغابات الخضراء. قالت ليلى: كم أحبك حين تروي لي قصص الحق والخير، أنت أيها الكتاب صديقي المخلص. بعد قراءتنا لدرس صديق من ورق، طلاب الأعزاء أتمنى منكم التدرب على قراءة الدرس قراءة تعبيرية. والآن سوف نقوم بتحليل الدرس إلى مقاطع صوتية حتى يسهل عليكم قراءة الدرس بشكل أفضل. صديق، سوف نقوم بتحليلها. صديق، أصبحت صديق. من هنا متحرك ساكن أصبحت مقطع، ورق أصبحت ورق. تحب، هنا نلاحظ حرف الباء حرف مشدد، الأول ساكن والثاني متحرك. ت مقطع، ح مقطع، ب تحب، ب مقطع آخر. كوننا هنا ثلاث مقاطع: ليلى، لي، لا. المطالعة، ال مو ط لا ع ت المطالعة. ما معنى المطالعة؟ أي القراءة. كثيرا، كثيرا أصبحت كثيرا. اختارت، اخ ت مقطع، مقطع طويل. رت اختارت. كتابا، كي تا بن أصبحت كتابا. من متحرك ساكن، مك هنا متحرك ساكن، ت ب ت من مكتبة ت والدها، و لي دي ها أصبحت والدها. لتقرأ فيه، لي تق ر أ في ه فيه. سمعت هنا، س م ع ت سمع ت ال كي ت ب الكتابة. أهلا، أهلا، أه لن بك، بك يا هنا مقطع طويل. بين، بينا، بينا. أوراقي، أو رأى هنا مقطع طويل حرف مد. قي أوراقي، هنا أصبحت ثلاث مقاطع. أجمل، أج ما لا أصبحت أجمل. القصص، ال قي ص ص القصص. أحلى، أح متحرك ساكن، لا مقطع طويل. الأخبار، ال أخ ب ر أصبحت الأخبار. فيها، في ها فيها، هنا كوننا مقطعين. الرسومات، هنا الرسومات حرف الراء حرف مشدد، الأول ساكن والثاني متحرك. ال
الرسومات، الرسومات. هنا فككنا حرف الراء. الرائعة، هنا أيضا حرف الراء حرف مشدد، الأول ساكن والثاني متحرك. هنا بكي، بكي. إلى، إي، لا، مقطع طويل. الفضائي، الف، ضاء، مقطع طويل، إي، الفضاء، إي، أصبحت الفضائي. الواسع، ال، و، سي، عي، أصبحت الواسع. البحاري، ال، بي، ح، ري. هنا نلاحظ الواسع، البحاري، الفضائي، هنا جميعها لام قمرية. العميقة أيضا لام قمرية. العميقة، هنا كوننا خمسة مقاطع. فوق، فو، هنا متحرك ساكن، ق، فوق. الجبال، هنا الجبال لام قمرية. الجبال، أصبحت الجبال. العالية، هنا أيضا لام قمرية. العالية، هنا كوننا خمسة مقاطع فأصبحت العالية. الغابات، الغابات، أصبحت الغابات. الخضراء، الخضراء، مقطع طويل هنا، إي، أصبحت الخضراء. مطلوب منك أيها الطالب تحليل باقي الدرس من عند قالت ليلى: كم أحبك حين تروي لي قصص الحق والخير، أنت أيها الكتاب صديق المخلص. سوف تقوم بتحليل هذه الكلمات على دفتر التدريبات وإرسالها لي على المنصة. وهكذا طلابنا الأعزاء، دمتم بخير إن شاء الله. كانت معكم معلمتكم معلمة المادة اللغة العربية، معلمتكم عبير أبو تيم. شكرا لكم.